البدايه كالعاده مع نهارك زملكاوي واعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك عن قايمه الفريق اللي هتخوض مباراه المصري البورسعيدي المقرر ليها النهارده السبت على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في اطار مباريات دور الثمانيه لبطوله كاس مصر نسخه 2021،, 2021 2022, 2022 ضمت قايمه نادي الزمالك كل من في حراسه المرمى كل من محمد عواد محمد صبحي ومحمد نديم في خط الدفاع عمر جابر، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، حمزه المسلوسي، محمد طارق، عبد الله جمعه، حاتم سكر، في خط الوسط عمرو السيسي، محمد حسام بيسو، محمد اشرف روقة، امام عاشور، يوسف ابراهيم اوباما، سيف جعفر، سيد عبد الله نيمار، مصطفى شلبي، احمد مصطفى زيزو، وفي خط الهجوم يوسف اسامه نبيه وحسام اشرف. كل توفيق ان شاء الله لكل اللعيبه اللي يمثلوا نادي الزمالك في هذه المباراه. نروح لخبر خاص بتفاصيل واسباب غيابات الزمالك في مواجهه المصري النهارده في كاس مصر يعني بيغيب لعيبه كتير جدا اولا بيغيب محمد عبد الغني بسبب عدم اكتمال تعافيه من الاصابه بشد في العضله الاماميه وطبعا في الفتره دي بينفذ برنامج تاهيلي في هذه الفتره تاني غياب عندنا احمد فتوح لعدم اكتمال جاهزيته الفنيه والبدنيه بعد ما كان بيخضع لبرنامج تدريبي بعد التعافي من الاصابه بشرخ في وجه القدم اما الكابتن محمد عبد الشافي فعنده اصابه في الركبه لسه لم يكتمل شفاؤه منها اما السنغالي ابراهيم انداي فبيجيب لتنفيذه برنامج تاهيلي بسبب الاصابه في العضله الخلفيه نروح للكابتن شيكابالا قائد الفريق طبعا بيغيب لعدم جاهزيته الطبيه بسبب الاصابه طبعا اللي تعرض ليها بكدمه في الكتف اللي تعرض ليها في مباراه امبي اما نبيل عماد دونجا نظرا لاستمرار برنامجه التاهيلي طبعا اللي بيخضع ليه منذ بدايه الموسم بعد خضوعه لعمليه غضروف ركبه. دي كانت آه يعني غيابات نادي الزمالك عندنا غيابات ثانيه طبعا وهنروح لاسباب استبعاد المغربي زكريا الوردي لاعب وسط نادي الزمالك من مواجهه المصري البورسعيدي النهارده. الوردي تعرض للاصابه خلال التدريب كان التدريب يوم الاربعاء اللي فات اتعرض لاصابه في العضله الخلفيه للقدم اليمنى نتيجه كره مشتركه في التقسيمه الفنيه وخضع اللاعب للفحوصات وتقرر بالتنسيق بين الجهاز الفني والجهاز الطبي عدف عدم المجازفه باللاعب وراحته خلال اللقاء ده بعدها يبدا ان شاء الله في تنفيذ برنامج تاهيلي وعلاجي لتجهيزه للفتره اللي جايه. امبارح فريقنا اختتم تدريباته بملعب فندق الاقامه ببرج العرب بالاسكندريه استعدادا لمواجهه المصري قل بورس بورسعيد النهارده وكان التركيز على تنفيذ جمل تكتيكيه خاصه استعدادا للقاء، كابتن اسامه نبيه وكابتن احمد عبد المقصود ومستر روي اجواش ركزوا مع اللاعبين في اكثر من فقره تدريبيه في المران على خطه اللعب اللي هنواجه بيها المصري، كمان كان في ادوار تكتيكيه خاصه لبعض اللاعبين لغلق مفاتيح اللعب بفريق المصري البورسعيدي. كمان امبارح خلال المران الختامي كان في جلسه مهمه للكابتن ايمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق مع محمد عواد ومحمد صبحي حراس مرمى فريقنا آه كابتن ايمن طاهر طالب عواد وصبحي بالتركيز الشديد واستعداد قوي آه واستعدادهم هما الاثنين للعب لهذه المباراه خاصه وان الثنائي عندهم من الخبرة والإمكانيات الفنية المميزة كمان خلال المران امبارح ركز أيمن طاهر مع واد وصبحي على إتقان التصدي لركلات الجزاء في حالة الوصول لها في هذه المباراة وده كان خلال فقرة تدريبية خاصة للحراس وظهروا فيها بشكل مميز أخيرا وآخر أخبار فريقنا أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي في دور الثمانية من بطولة كأس مصر وبيتكون طاقم تحكيم لهذه المباراة من عبد العزيز السيد كحكم للساحة بيساعد كل من أحمد حسام طه مساعد أول شريف محمد عبد الله حكم ثاني أو مساعد ثاني بينما سيكون محمد الغازي هو الحكم الرابع وهيكون علي تقنية الفيديو احمد الغندور اما يوسف البساطي فهيكون مساعد لحكم تقنية الفيديو بكده هتكون خلصت اخبارنا ولكن لا يفوتني ان انا اقدم التعازي للاستاذه بسنت جوهر عضو مجلس اداره نادي الزمالك عن وفاه آه واحد من القيم الاداريه في مصر قيمه كبيره جدا الاستاذ او المهندس سيد جوهر راجل كان بيشغل مناصب كتير جدا منها رئيس نادي الترسانه في بعض الاوقات وراجل اداري من الدرجه الاولى يعني البقاء لله وربنا رب يرحمه ويصبر الاسره كامله وعزائنا للاسره بالكامل والاستاذه بسنت جوهر عضو مجلس اداره نادي الزمالك فان شاء الله ربنا يرحمه ويتغمده بواسع رحمته.